الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة في أول زيارة رسمية لي من ساعة ما بقى رئيس. الزيارة مهمة لكذا سبب، أولها إنها تعتبر مصالحة بشكل رسمي مع تركيا، واللي تسببت في قطيعة العلاقات مع مصر بسبب دعمها للإخوان من سنة 2013، وتعتبر نهاية فعلية للدعم ده، وبالتبعية تعتبر الزيارة خطر على وجود الإخوان هناك. وكمان في تعليمات مشددة صدرت للإخوان هناك إنهم ما يتكلموش عن الزيارة أو ينتقدوها، لا على قنوات الجماعة اللي بتبث من اسطنبول ولا على السوشيال ميديا، وطلبتهم إنهم ما يتكلموش بأي شكل عن أي حاجة تخص الجماعة أو علاقتها بمصر، وهددتهم إن اللي هيخالف التعليمات هيتعرض لعقوبات كبيرة ممكن توصل للترحيل. وعلى مستوى التعاون بين مصر وتركيا، المفروض الرئيسين هيوقعوا حوالي 20 اتفاقية في مجالات زي الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة. الاتفاقيات دي هدفها إنهم يزودوا حجم التجارة بينهم من 10 مليار دولار ل 15 مليار دولار في المرحلة الأولى، وكمان تركيا وافقت على تزويد مصر بطيارات مسيرة، وهي الطيارات اللي ليها شعبية حاليا، والتعاون ده بحسب المحللين هيكون ليه دور كبير في استقرار المنطقة، خصوصا في وقت الدنيا فيه متوترة بسبب حرب غزة وإسرائيل والتصعيد على الجبهة اللبنانية. غير التعاون في مجالات الطاقة زي الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة والتعدين، والتعاون في قطاعات الصحة والسياحة والدفاع. الزيارة هيكون برضو ليها دور مهم جدا في أزمة سد النهضة الإثيوبي. المحلل السياسي أحمد أزغور توقع أن تركيا ممكن تلعب دور الوسيط في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وخصوصا أن أنقرة كانت مهتمة بنقل رسائل بين القاهرة وأديس أبابا مؤخراً.